الكرة مقطوعة، محمد صلاح السرعة والمهارة، محمد صلاح ومحمد صلاح عايز يعدل ويبحث عن المساحة، حطها حلوة قوي، وادي الكرة وكوكا جول، وكوكا جول يا راجل يا راجل يا راجل، هدف أول ضائع من المنتخب المصري محمد صلاح. لكن بص شوف عبد الله، عبد الله عبد الله يا ولدي عبد الله، لكن كوكا يضيع فرصة كبيرة كبيرة كبيرة، ووصل بقوة وضاعت فرصة محققة. ادي لمسة على طول يجاله في اتجاه اللاعب موزيس سيمون، خطير دايما يدخل في العمق. يا سلام سلام عليك يا الشناوي، احمد الشناوي، ادي كورة من اللاعب موزيس. شق الهجوم المصري ما اكتملش بالشكل المناسب، ادي التسديد البعيد وتسديدة قوية، لكن هنا بقى تدخل في اللقطة الماضية ضايقه عبد الله السعيد وقابله في الدفاع، الدفاع المصري توصل سهلة. هل ممكن نشوف رمضان صبحي بقى باستلامه وبانطلاقاته؟ وادي خطر جدا اللي جاي من العمق، احمد موسى القادم من الخلف، احمد موسى احمد موسى الكره الماضيه بقى اللي بيحاول كليتشي ايناتشو الى ايجالو، بداوا يركزوا على العمق، استلام على طول من موزيس، المسانده من ستانلي، ادي امامنا التسديد، خطره جدا، خطيره 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 خطيره، وهدف عن طريق اللاعب ايتوبو، هدف عن طريق اللاعب ايتوبو من المتابعه. ادي الكرات لسه بقول بداوا يركزوا على الكرات اللي من العمق، والكره المسدده من جانب اللاعب كليتشي، وترتد كره من القائم والمتابعه من جانب اللاعب ايتوبو اللي بيسجل هدف تقدم لنيجيريا في الدقيقه 60 من عمر اللقاء، واحد لا شيء لصالح المنتخب النيجيري. ادي الجماهير اللي بتتابع اللقاء، هدف في الدقيقه 60، ركزوا منتخب نيجيريا على العمق، وامامنا هنا هو اللاعب اللي دفع بيه النهارده، اللاعب الاحسن لاعب، وازداد ثقه وبدا يعني يلعب بالاسلوب لعبه، يعني تحرر من الضغوط، وادي احمد موسى يا ولد يا ولد يا شناوي يا ولد يا ولد يا شناوي في اللقطه الماضيه، احمد موسى وتسديده المره دي، مين اللي بيدخل في العمق مع احمد موسى اللي بيهرب من حماده طلبه يدخل في العمق، لازم حد بقى يقابل موسى، وطلع ايضا موزيس ودفع بامينو، خطره جدا خطره جدا، الهدف الثاني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا حماده، حماده طلبه ايه، حماده طلبه يطلع هدف من فيكتور موزيس، ادي حماده طلبه بقى الكره دي تكفي حماده، هدف هدف الثاني، ادي رمضان رمضان المهاره، رمضان الى محمد صلاح، التعادل 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 العادل، جول جول محمد صلاح، محمد صلاح يا محمد يا صلاح، حطها حلوه حلوه، فينك يا رمضان، فينك انت، فين يا رمضان، رمضان عاملها حلوه حلوه، وصلاح هدف التعادل، كرة صفر حكم اللقاء امامنا، هل ينهي اللقاء؟ ادي الكرة لمحمد صلاح، شفته بيصفر فين؟ يا راجل يا ظالم يا راجل يا ظالم، بتصفر فين؟ ادي حكم اللقاء يعلن عن نواياه ويعلن عن نياته السيئة في ايقاف هجمة، يدي وقت بدل ضايع، يصفر صحيح الثلاث دقايق خلصت، لكن واحد واحد، يتوبوا في الدقيقة 60، سجل المنتخب نيجيريا محمد صلاح.